مجموعة من الفيديوهات ما يقارب 50 فيديو، قمنا بتغطية الكثير من الأمور، منها مبادئ أو أساسيات البرمجة ومبادئ وأساسيات بعض الإلكترونيات اللي فقط اتهمنا حتى أوصل بصورة صحيحة، وجربنا مجموعة من القطع وجربنا شلون نتعامل ويا بيئة الأردوينو. اللي شرحنا كان هو عبارة عن فيديوهات منفصلة، يعني كل فيديو كان يقدم موضوع بسيط عن أداة واحدة وشلون أستخدم هذه الأداة. ما شرحنا شلون لو كانت عندي أكثر من أداة بنفس الوقت شلون أقوم بالتعامل مع هذه الأدوات سوية حتى أنشئ بروجكت. يعني الشرح كان هو عبارة عن فقط أساسيات وفكرة مبسطة. طبعا لهنا وصلنا لنهاية هذه الدورة، لكن هي عبارة عن نهاية وليست نهاية. يعني بكل بساطة ممكن تستمر هذه الدورة، مثلا ممكن نشرح قطع إضافية، ممكن نسوي بروجكت حقيقي، يعني بروجكت مبسط طبعا يراويك شلون تستخدم أكثر من مجموعة قطع مع بعضها حتى تنتج بفد ناتج نهائي يسوي فد فكرة. لكن هذا كله يعتمد عليكم، إذا عجبتكم الدورة وحابين تستمر بين فترة وأخرى ننزل فيديو بيها، فنشوف تفاعلكم بيها إن شاء الله وطلباتكم، فتابعونا.